وحول هذا الموضوع معنا من دبي المحلل السياسي عبد الله المطوع. أستاذ عبد الله، بعد الكشف عن مكالمة بين مستشار أمير قطر حمد العطية وأحد الإرهابيين يتآمران فيها على إثارة الفوضى في البحرين وبثها في قناة الجزيرة، ما تعليقكم حول ما جاء فيها؟ بداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حقيقة نتابع ما حدث بالأمس، هو ورطة وراء ورطة أكبر لقطر بدعمها لملف الإرهاب. النظام القطري نحن نشاهد لحد هذه اللحظة لم يجد أي حل ولم يجد أي إجابة واضحة حتى هذه اللحظة عن تصرفاته تجاه دول المنطقة وتحديدا الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي. أعتقد واضح جدا عمق تورط قطر بملفات الإرهاب بالمنطقة، فهذا التورط يثبت للمتابعين والمراقبين بأن تورط قطر وعمق تورطها كثير ويزيد هذا العمق ويصعب الخروج منه سريعا خلال وقت قريب. لكن المشكلة التي يعني نراها في متابعتنا للكشف عن تورط قطر الإرهابي، إن كان في اغتيال محاولة اغتيال الملك عبد الله رحمة الله عليه في السعودية، وبالأمس تورطها في المملكة البحرين الشقيقة، هذا يعني كان واضحا هذه الملفات السوداء لحكومة قطر خلال السنوات الماضية. لكن السؤال الذي يعني أطرحه أيضا من خلال متابعتي وتحليلي، نعم، إلى أين تريدها قطر ومتى تريد أن تفرج عن إصرارها وعنادها في محاولاتها الفاشلة والكاذبة عبر الإعلام القطري المزيف. يعني نتابع هناك تخبط في السياسة القطرية، هي مشابهة للسياسة الإيرانية المتحولة والمتقلبة من حين إلى حين. يعني نحن نستطيع أن نقول اليوم قطر لديها تطبيق أجندة أكبر من حجمها، فهي تبقى الشقيقة الأصغر في مجلس التعاون الخليجي والبيت الخليجي، إلى أن اليوم الشارع القطري والشعب القطري الشقيق ينصدم يوما بعد يوم بما يعلن من وراء الحكومة القطرية في دعمها للإرهاب. نعم. رأينا بالأسبوع الماضي كشف خلية كبيرة للإرهابيين التي تمولهم قطر وتعمل على تمويلهم وسفك الدماء في المنطقة العربية، إن كان في سوريا وليبيا ومصر وغيرها من الدول. لكن دعيني أشير إلى أن تدخل قطر ما بين سياسة وأمن أشقائها في دول مجلس التعاون الخليجي هو ما أثار غضب الشارع الخليجي. قطر تعمل مثل ما أشرت سابقا على تجنيس السنة في البحرين، وكان واضحا لقلب الموازين لمصلحة الشيعة وتطبيق أجندة إيران في البحرين. أيضا اليوم كان هناك ملفا أيضا تابعته وقرأته وتابعته من المحللين السياسيين، أن قطر تعمل على تدريب أكثر من 70,000 بحريني من الشيعة في معسكرات سرية تابعة تحت إشراف إيران. ماذا تريد قطر من دول مجلس التعاون الخليجي؟ أعتقد نص تأسيس مجلس التعاون الخليجي لابد أن يرجع لها المتابعين والمراقبين، ينص على حفاظ أمن ومصالح الدول الأعضاء. نعم. دول مجلس التعاون الخليجي اليوم نرى نكران وخروج عن الصف بطريقة واضحة وصريحة لدى الأجندة القطرية. إذن الحكومة القطرية هي أكبر من فعل هذه المخططات، فهي مخططات واضحة يطبقها النظام القطري تبعا لمخططات وأجندات خارجية. اليوم كان واضحا
دعيني بس أشير إلى هذه النقطة. نعم. من قبل وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي التي عملت على مقاطعة قطر وليس حصار قطر مثل ما يروج له الإعلام الكذبي الإعلام القطري، بأن نحن أمام حل لهذه الأزمة ولكن تحت مظلة البيت الخليجي فقط في الرياض. نرى ولا يوجد هناك عمل عسكري حتى هذه اللحظة. قطر تبدأ وتصرخ بصوت عالي بتهديدات عسكرية، وصول قوات تركية، وصول أفراد من الحرس الثوري. إذن دول مجلس التعاون تبتعد عن المسألة العسكرية وهي تتجه إلى المسألة العسكرية. التكابر القطري خطأ كبير تقوم به الحكومة القطرية. وأقف هنا عند حكمة الحكماء العرب عندما قالوا المغرور قاتل لنفسه. نعم. الحكومة القطرية تنطبق عليها هذه المقولة. السياسة التي تبعتها قطر خلال السنوات الماضية 22 هي قتلت نفسها بنفسها. لم يتدخل أحد من أشقائها في دول مجلس التعاون الخليجي لقتل هذه السياسة القطرية. اليوم الشعب القطري يستيقظ في هذا الشهر الكريم على ملفات سوداء يلطخها دماء بأيدي الحكومة القطرية، إن كان في الشرق أم كان في الغرب. لكن الذي يصدم ما حدث هو تدخلها في الشؤون الداخلية، إن كان في المملكة البحرين الشقيقة، إن كان في المملكة العربية السعودية. والقادم أكبر بكثير يا قطر. نعم. يا شعب قطر، يجب هذا الوقت أن يظهر حكماء قطر ويعترفوا بأخطاء الحكومة القطرية ويرون ما تعمله الحكومة القطرية من سياسة واضحة في دعمها للإرهاب وتطبيق مخطط الإخوان في المنطقة. نعم. اليوم عندما يشير التركي أردوغان ولا وزير خارجيته بأننا نعرض على المملكة العربية السعودية بإقامة منطقة عسكرية امتثالا بقطر وينفيها مسؤول في المملكة العربية السعودية، هذا يشير إلى مخطط إرهابي لدى الأجندة الإخوانية في منطقة الخليج العربي، ويحلمون بالمملكة العربية السعودية، وهذا مرفوض وهذه مغالطة لدى التاريخ التركي والإخوانجي بأن تستطيع أن تضع رجلها في المملكة العربية السعودية، وإن كان أيضا البحرين ولا دولة الإمارات. فأعتقد لابد أن يستيقظ العالم ويستيقظ البيت الخليجي كما استيقظت الحكومة الخليجية. نعم. ويستيقظ أيضا بالتحديد الشعب القطري لأفعال وجرائم الحرب المرتكبة من قبل النظام القطري تجاه البيت الخليجي والبيت العربي والإسلامي. نعم، من دبي المحلل السياسي عبد الله المطوع، شكرا جزيلا لك.